السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: من القائد العام في العراق، السوداني أم الميليشيات؟ مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي معنا عبر سكايب، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب واللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي راح نقرأها في نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا، من الذي يقف خلف القرارات المهمة التي تصدر من حكومة بغداد؟ هل نجحت إيران في تمسيك وكلائها في العراق من ميليشيات زمام البلد وجعل القائد العام مجرد منصب شكلي؟ هل ما يحدث من مشاكل داخلية وتصعيد خارجي يتم بموافقة السوداني، أم أن عجزه وضعفه هما سيدا المشهد؟ ألم تثبت التجارب السابقة أن من يشذ عن طريق إيران وميليشياتها في العراق يحدث له ما حدث للكاظمي، رغم أنه كان شخصا توافقيا بموافقة جميع الأحزاب؟ وبماذا يختلف السوداني عن الكاظمي، وبماذا اختلف عن من سبقوه عنه؟ أليسوا جميعا دمى تتحرك بأمر الأحزاب التي نصبتها وفق نظام المحاصصة الطائفية؟ هل ما يجري بين أمريكا وإيران يدخل ضمن دائرة الصراع، أم أن هذا التصعيد العسكري هو جزء من لعبة التخادم وتبادل الأدوار؟ مشاهدينا، ننتظر مشاركات حضراتكم للإجابة على سؤال الحلقة الرئيسي الموضوع بالعنوان، وأيضا للإجابة على التساؤلات التي نطرحها في هذه الحلقة. في البداية خلونا نشوف هذا التقرير اللي يوثق ويبين التفاصيل اللي جرت على القصف الأمريكي الأخير واللي استهدف القيادي في ميليشيا حزب الله أبو باقر الساعدي في قلب بغداد، مستثنيا أو يعني لاغيا أي شيء يسمى سيادة في العراق، ومؤكدا لغياب هاي السيادة المزعومة اللي تدعي أحزاب السلطة وحكومات ما بعد الاحتلال أنها موجودة، ويقولون انتهاك للسيادة. ليش هي السيادة أصلا موجودة في العراق؟ تعالوا نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وبعدين نرجع لنبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم وأيضا حضراتكم. خلونا نشوف. بخطى متسارعة يسير الوضع الأمني في العراق نحو توتر شديد بعد سلسلة من القصف الأمريكي على مواقع لميليشيات الحشد وقتل قياديين فيها، كان آخرهم أبو باقر الساعدي القيادي في ميليشيا حزب الله بعد استهداف سيارته في بغداد. التصريحات الأمريكية التي أعقبت الحدث تشير إلى أن الساعدي قيادي مؤثر على مستوى الحراك الميليشياوي العسكري، وتؤكد أن قتله يأتي ضمن سلسلة ضربات عسكرية تأديبية تهدف إلى شل قدرة الميليشيات على استهداف القواعد الأمريكية. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أنهم ماضون بخطوات تصعيدية أكبر في حال لم تتوقف الميليشيات عن التحرش بالقوات الأمريكية، الأمر الذي يشي بتوجه أمريكي جديد في التعامل مع الوجود الميليشياوي في العراق. التعامل الأمريكي الجديد مع الميليشيات لن يرقى بحسب مراقبين إلى عمليات عسكرية تنهي وجود الميليشيات في العراق، أو في أقل تقدير تنهي تفردها بحكم العراق على كافة الأصعدة. ويرى المراقبون أن واشنطن لا تزال ترى في الميليشيات ورقة مهمة في تحقيق السياسة الأمريكية العامة بنشر الفوضى في الشرق الأوسط وإبقاء العراق بؤرة توتر مؤثرة في المنطقة. حكومة السوداني في ردها على القصف الأمريكي لم تتجاوز ما كررته سابقا من الاكتفاء بالتنديد والحديث عن ضرورة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق دون أن تقدم خطوات فعلية للتعامل مع القصف الأمريكي. من وراء حكومة السوداني ميليشيات الإطار التنسيقي التي تحاول في هذه المرحلة موازنة علاقاتها مع واشنطن، وبنفس الوقت الحفاظ على تبعيتها لإيران، ولأجل ذلك لا تمانع من التضحية بأحد الأطراف الميليشياوية. نبدأ مشاهدينا الكرام نقاشنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور هلال الدليمي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور هلال. السلام عليكم.
بداية أطرح على جنابك سؤال الحلقة الرئيس، من القائد العام في العراق بناء على المعطيات الموجودة؟ هل هو محمد الشيع السوداني أم الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين، ونسأل الله السلامة لبلدنا العراق ولسائر بلاد المسلمين. الإجابة على هذا السؤال هي حقيقة الجوهر الأساسي في من يفرض السيطرة على كل العراق دون الرجوع إلى جهات أخرى لا يوجد. لأنه لو أجبنا أن رئيس الوزراء هو المفروض القائد العام للقوات المسلحة، والميليشيات ألحقت بالقوات المسلحة رسميا، فهذا يعني أن كل الأوامر والأفعال التي تصدر من هذه الميليشيات يجب أن تصدر بموافقة السودان. إذا كانت الإجابة بأن هذه الأعمال كلها تصدر من خلال وزارة الدفاع التي تتبعها هذه الميليشيات بناء على القانون تسميه مجلس النواب في ذلك الوقت، وما هي المهام التي تكلف بها؟ هل هي مهام وطنية التي تعتمد على العراق تخص العراق داخل العراق فقط، أم أنها تمتد خارج العراق؟ فإذا كانت داخل العراق عليها أن تلتزم بمتطلبات وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الذي لا يستطيع لا هو ولا وزارة الدفاع ولا الحكومة العراقية أن تصل إلى جرف الصخر. إذا عندما تكون الإجابة بهذا الشكل وأن هناك قوى خارجية هي التي تدير الأمر سواء كانت هذه القوى الخارجية أمريكية أو إيرانية أو أي جهة أخرى، نجد أن القائد العام للقوات المسلحة لا يمتلك السيطرة على هذا الأمر، وليس له الأمر من قبل ولا من بعد، لأنه كل العمليات التي أجريت داخل العراق بعد الاحتلال هي بموافقة أحزاب الاحتلال التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأت لها أسست لها التنظيمات العسكرية التابعة لها حصرا وسلحتها، وكلنا نتذكر مراحل الصراع التي قام بها الشعب العراقي ضد المحتل الأمريكي ومن ساند المحتل الأمريكي في ذلك. أنا أريد دكتور هلال، أريد أن أطرح على جنابك الأسئلة اللي تطرح من الطرف المقابل لرأيك اللي تفضلت به للي يختلفون وياك بالتوجه أو بالرأي. يقول لك الحشد هي مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ما تكون أعتقد بالضرورة مرتبطة بوزارة الدفاع، تم شرعنتها ب 2016 بقرار برلماني. يعني معناها أنه كل الهجمات اللي تصير على القواعد الأمريكية داخل العراق، راح نجي للجزئية المتعلقة بالتصعيد الخارجي، لكن في داخل العراق كل العمليات العسكرية تتم الآن بموافقة السوداني. يعني هل هو يقف خلف الأوامر التي تصدر إلى هذه الجهات، إلى هذه الميليشيات لقصف القواعد الأمريكية؟ لو هو بمنأى عن هذه التعليمات، وبالتالي السؤال هو لماذا إذا كانت هي تتصرف منفردة لا يطبق عليها قانون التمرد العسكري وبالتالي تتعرض لعقوبات معينة؟ الإجابة على السؤال ضمن الكلام حضرتك، أولا هو هل السوداني تصدر الأوامر منه؟ إذا كانت لم تصدر هذه الأوامر منه فبالتأكيد هذا التمرد، وبالتالي هل يمتلك السوداني السلطة القانونية والعسكرية خلينا نقول القانونية الإخلاقية التي يستطيع أن يوقف هذه الهجمات؟ الجواب لا، لأن هذه الميليشيات أسست وتبقى بجهات خارجية لا تلتزم ولا ترتبط بالعراق ولا تعير أهمية لمصلحة العراق أساسا، لأنه لو رجعنا إلى 2003 هذه الميليشيات لم تكن موجودة، كانت على شكل الحركات العسكرية التابعة للأحزاب التي كانت في إيران وتقاتل مع إيران في ذلك الوقت، وأدمجت في وزارة الدفاع، ومن ثم تطور الأمر بعد مجيء نكروبونتي وأسس هذه الميليشيات
في المشروع الأمريكي وكانوا يساندون الاحتلال الأمريكي، ما كانوا ضد الاحتلال الأمريكي، الذي المقاومة الحقيقية التي انطلقت ضد المحتل الأمريكي من 2003 لا يزال أبطالها يقبعون في السجون الحكومة الحالية والذين يتوفون منهم في سجن الحوت وفي السجون الأخرى. يسموهم الإرهابيين. إذن هي الإرهابي، يعني تسميات عديدة حقيقة. يعني أنت عندما نرجع للتاريخ لكي يكون الإنسان منصف، المقاومة التي قاومت المحتل الأمريكي المثلث المعروف التي أدمى الأمريكان وأذلهم في مناطق محددة، ولا يزال الأمر حقيقة هذه المناطق تخضع إلى التسلط الإيراني والاحتلال الأمريكي المزدوج يدعم هذه الميليشيات. من أسس هذه الميليشيات؟ من هي هاي المناطق؟ لأنه كلام حضرتك ممكن يفسر 100 تفسير. احنا حقيقة يعني نرجع إلى المقاومة التي بدأت في مثلث الموت اللي هو الأنبار وبغداد وصلاح الدين والكركوك ونينوى وإديالى وبغداد والنجف في مرحلة من المراحل، ومن ثم انحصرت على المناطق هذه المذكورة التي حظيت بالانتقام المزدوج الإيراني الأمريكي بعد تسليط الميليشيات عليها بما يسمى مقاومة الإرهاب داعش وما إلى منظمات أخرى. إذا نحن نتحدث عن من الذي يمتلك القرار؟ إذا قلنا أن هذه الميليشيات هي تابعة لمجلس الوزراء كما أشرت حضرتك، إذا القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن كل القرارات والأفعال التي تقوم بهذه الميليشيات. طيب سليم دكتور هلال، هنا بهاي الجزئية الرأي اللي دارج حاليا، خاصة بعد إعلان ميليشيا حزب الله تحولها من المقاومة الإيجابية مثل ما وصفتها إلى المقاومة السلبية، السؤال هو، وطبعا يعني تجميد العمل والتراجع إلى المراكز من هالسوالف، السؤال هو إذا كان السوداني وهم قالوا بأنه إحنا اتخذنا هذا القرار وهذه الخطوات بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إذا كان هو فعلا مثل ما يحاولون يلصقون بهذه القرارات هو المسؤول عن تحركات الميليشيات داخل العراق، لعد ليش يصرح ويقول نريد التفاهم والتعامل الدبلوماسي والاتفاقيات البعيدة عن التصعيد العسكري بيننا وبين الولايات المتحدة أو بقية الدول إذا كان هو دا يدفعهم نحو التصعيد العسكري؟ هنا المصداقية المفقودة لمن ارتضى لنفسه أن يبيع دينه بدنياه. هؤلاء كل الذين أتوا بعد الاحتلال بعد 2003 باعوا نفسهم للشيطان، باعوا نفسهم لأمريكا ولإيران ولأي جهة خارجية تدفع، فبالتالي لا تستثني منهم أحدا. فبالتالي لما تضيع المصداقية ما بين الحكومة وما بين الميليشيات ومن المسؤول ومن يصدر القرار ومن الذي يعبر المعلومات للأمريكان ليقتلوا هذا أو ذاك، كل هذه الأسئلة مشروعة. المحتل الأمريكي غازي لبلادنا وإخراجه واجب، وهذا ما تسلط عليه كل الشرائع السماوية، ولكن عندما قامت الحكومة تسمى الحكومة الحالية بتوقيع اتفاقية الأمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ألم تكن رئاسة الأحزاب الحاكمة الآن والإطار التنسيق هم من وقعوا هذه الاتفاقية مع المالكي اللي يدعي أنه زعيم المقاومة هو الذي وقع؟ نعم، وهم سلموا العراق لمدى طويل للوجود الأمريكي في العراق، فالذي يتحمل المسؤولية كاملة هي الأحزاب التي أتت مع المحتل الأمريكي ودعمت من قبل إيران وإيران أطلقت يدها رسميا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا ننسى بأن العداء الإيراني الأمريكي الإعلامي هو عداء شكلي، وبالتالي لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية أي إجراء عندما كانت. أريد أفصل الجزئية اللي تفضلت بها حضرتك بعد شوية بشكل أدق عن التخادم أو الصراع، يعني إلى توصيفات كثيرة، لكن نرجع إلى الجزئية المتعلقة برئيس الحكومة الحقيقي في العراق. السؤال اللي يطرح اللي إلى الآن كل ما أشاهده وأسمعه في أي محطة فضائية تطرح على أطراف مؤيدة أو تروج للإطار التنسيقي أو هي تعتبر من أدواتها الإعلامية،
ما ينطون جواب مفهوم واضح أنه ليش إلى الآن لا يوجد رئيس وزراء جاء بعد أحداث داعش استطاع أن يدخل منطقة مثل جرف الصخر أو مناطق أخرى سيطرت عليها أو تسيطر عليها الميليشيات في العراق؟ لأنه الوضع في العراق هو وضع لا دولة. يعني نحن لا نعيش في مرحلة لا دولة، يعني عندما نقول لا دولة السلطة القانون. نعم نعم دكتور وياك. السلطة الفعلية للحكومة لسلطة الاحتلال مفقودة تماما، لأنه عندما تكون هناك قوة مسلحة لا تأتي بأمر هذه الحكومة، وهي شكليا مرتبطة بها وترتبط بجهات خارجية وتنفذ سياسات خارجية وتعتزل مناطق داخل العراق، لا تستطيع لا الحكومة ولا البرلمانيون الوصول إليها. وعندما نريد أن نناقش هذا الأمر نذهب إلى طهران أو إلى لبنان إلى كوتراني أو غيره، وهذا ما صرح به مسؤولون برلمانيون عراقيون موجودين في ظل الحكومة الحالية ولا زالوا في الحكومة، أنه لا يمكن الدخول في جرف الصخر، وأن الأمر يتصل بإيران ويتصل بحزب الله أو ما يسمى بهذا التشكيل أو ذاك. إذن عندما يفقد الرئيس الحكومة أو البرلمانيون أو الوزارات الأخرى ومنها وزارة الدفاع السيطرة على أي جزء من العراق ويكون تابع لدولة أخرى خارجية، مهما كانت الدولة أمريكا، إيران، تركيا، أي دولة أخرى، فإذن هنا لا تكون هناك هذه السيادة غير موجودة. فبالتالي الأمر أمر اللا دولة أو سياسة فرض سياسة اللا دولة اللي هي تفرضها الميليشيات المسلحة أصلاً. يعني أنا لما يكون عندي وزارة الدفاع، لماذا لم تقوم الحكومة العراقية وزارة الدفاع بالسيطرة على جرف الصخر ووزارة الدفاع الجيش هو الذي يقوم بهذه المهمة؟ لماذا توكل لحزب الله أو لميليشيا مرتبطة بخارج العراق؟ وهذه أرض عراقية والمهجرون عراقيون والذين سلبت أموالهم عراقيون، والأمر الذي يدبر ويدار من خلال هذه المناطق هي نقاط سوداء في داخل العراق تخدم هدف غير طيب عراقي. أنا أريد أسأل حضرتك سؤال، يعني بس أريد من حضرتك إجابة مختصرة قدر المستطاع. ليش استنكرت وأخرجت بيان أصدرت بيانات حكومة محمد الشيع السوداني تصف الهجمات اللي استهدفت القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية بالأعمال الإجرامية؟ ليش وهي صادرة عن جهات تتبع القائد العام للقوات المسلحة بصفة رسمية يقولون إحنا نأتمر بأوامره؟ طيب الحكومة ليش دا تصدر بيانات إدانة واستنكار للأعمال العسكرية اللي تقوم بها الميليشيات في العراق؟ هذا هو النفاق السياسي، أنه هؤلاء الذين يحكمون العراق لديهم ولاء مزدوج ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. من أتى بهم إلى سلطة الولايات المتحدة الأمريكية فعليهم أن يجانبوها، ومن يدعم الميليشيات وأعمالها هو إيران وهي تدعمهم من الناحية الأخرى. فبالتالي هذا النفاق السياسي اللا مصداقية. أنت تدين الأعمال الإرهابية، طيب هل تستطيع أن تطبق عليهم القانون؟ دكتور بس أصحح لحضرتك جزئية معلومة فقط، لم توصف أعمال الميليشيات في العراق بالإرهابية بل بالإجرامية. الحكومة عندنا بالعراق عندهم انتقاء للمصطلحات، يعرفون شلون يوظفوها. يعني أنا أقصد الأعمال الإجرامية هي جريمة ضد القانون العراقي. هذا هو التفسير القانوني. لا أنا أقصد ليش الكيل بمكيالين بهذا المصطلح، مصطلح الإرهاب؟ هذا لأن الذي يقوم بهذه الأعمال الإجرامية وضد مصلحة الحكومة هو حبايبنا، يعني هم هذول اللي جابوا للسلطة. يعني القضية، أنا أسأل سؤال هنا، لو كانت هذه المجاميع المسلحة خلينا نسميها بالمصطلح الذي كان دارجا ولا يزال دارجا عمليا في العراق، لو هذه المجاميع المسلحة انطلقت من الموصل ومن الأنبار وهاجمت القاعدة الأمريكية في عين القصر، ألم يقوم الجيش بشن هجمات وإلى آخره؟ لذهب هادي العامري شخصيا إلى واشنطن يطلب الدعم الأمريكي في سبيل القضاء على الإرهاب. هو السؤال الذي يبدأ هنا. نحن
لا مبدئيا ولا من الناحية القانونية ولا الشرعية ندعم المحتل الأمريكي تمام والمقاومة في المناطق، ولكن وندعم المقاومة الأمريكية المقاومة للمحتل أيا كان، سواء كان هذا المتدخل في الشأن العراقي إيراني أو أي جنسية أخرى. نحن حقيقة نعاني من الازدواجية في تمام المعايير طيب التي طبقت على المواطن العراقي الذي لا يزال المقاومون الحقيقيون الذين رفعوا سلاح ضد المحتل نعم الأمريكي في سجون الحكومة الحالية، والأحزاب التي تدعي المقاومة زورا وبهتانا هي التي تعذبهم. أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور إذا تسمح لي. مشاهدينا خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من لندن ويانا. سيد أبو علي تفضل، حياك الله. الله يحييكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قائد القوات المسلحة في العراق هو خامنائي، هو ليقود العراق ويقود هذه الميليشيات تحت أوامره، هذه الميليشيات وبما يسمى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هذولا ما يقدرون يدخلون إلى جرف الصخر. تصور أستاذ محمد، وأصغر حرس اللاثور الإيراني الإرهابي، أصغر واحد ها يطب ويطلع بجرف الصخر ما حد يحكي وياه، وأصغر حشداوي ها يطب ويطلع بجرف الصخر، ورئيس الوزراء ها ورئيس الجمهورية ما يقدرون يطبون بجرف الصخر، لأن جرف الصخر بيد إيران. جرف الصخر كلها بيد إيران وكلها بيد الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي. جوابك على سؤال الحلقة أنه خامنئي هو القائد العام للقوات المسلحة في العراق؟ نعم، قائد القوات المسلحة في العراق هو خامنئي، أو القائد العام بعيدا عن القوات المسلحة، يعني هو الذي يدير الشؤون والله العامة حتى في العراق. المسلحة حتى ليش هاي دول الميليشيات ما عندهم سلاح، دول شنو ها كلها صواريخ ودبابات، وهاي قائد القوات المسلحة في العراق هو خامنائي. زين، وكل ساعد ذول شو اسمه ذاك آقاني وما آقاني وكوثراني وما كوثراني ويطبون ويطلعون أصلا بدون استئذان ولا يأخذون رأيهم أصلا، يطبون ويطلعون للعراق. زين، هو هذول اللي يحكمون العراق. طيب أنا أريد أسألك أبو علي، محمد الشيعة السوداني وظيفته شنو؟ دوره شنو؟ والله دوره ينهب العراق ها ويدمر العراق كدور حزب الدعوة. هو أصلا من حزب الدعوة، يعني حزب الدعوة جاي للعراق يدمر العراق وينهب العراق ها، ورضاء الخامنائي هو هذا دوره، لا أكثر ولا طيب. أقل. هم دول دورهم دول. نعم، شكرا جزيلا أبو علي من لندن. هي. دكتور هلال، إيران متهمة والأمر واضح للجميع بأنه هي التي تسيطر على الوضع عاما، الوضع العام في العراق، إن كنا نتحدث عن الوضع السياسي الاقتصادي الأمني، يعني مدى نشوف فعلا أمريكا موجودة، لكن كل القرارات اللي تصدر وكل التحركات اللي تصدر من حكومة بغداد وأحزابها تصب في مصلحة إيران أولا قبل أمريكا. طيب إذا إيران مثل ما قال أبو علي، خامنئي هو القائد العام في العراق؟ أولا شكرا أبو علي على هذا التوصيف. حقيقة الأمر أنه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم شركاء أساسيون في الاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من إيران هي التي تولى زمام الأمور اعتبارا من مؤتمر لندن عام 2002، أي قبل الاحتلال العسكري المباشر للعراق. لأن تسليم العراق إلى إيران هذا أمر مفروغ منه، والشواهد على الأرض كثيرة جدا من مدى ضباط الدم ربما إلى آخره، تسليم العراق بيد المجلس الأعلى الذي كانوا يقاتلون إلى جانب إيران خلال الحرب 8 سنوات، وكانوا واضح أنه ولائهم لإيران الذي أنا ولائي لمن أرفع سلاحه ودافع عنه، ليس ولائهم من الناس. وبالتالي كل هذه المسميات ومن التحق بهم بالعملية السياسية يؤمنون يعرفون جيدا أن كل المناصب والمكاسب وإدارة الأمور هي بيد إيران، ولكن الولايات المتحدة هي التي أعطت هذا الدور لإيران لعدة أسباب. السبب الأول، هناك مشروع التقادم ما بين الطرفين، هو المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني في الشرق الأوسط، الذي تريد إيران أن تدمر
الإسلام من الداخل وتدمر هذه المنطقة وتخلق الفوضى، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تسهل لها هذا الأمر وكانت تشارك مشاركة فعلية. ولاحظ سير الأحداث في العراق تحديدا. نعم. العراق ودخلته إيران بأمر أمريكي. لماذا ستكون القوات الأمريكية موجودة وأدخلت إيران إلى سوريا؟ نعم. لماذا؟ إذا هناك مشروع مشترك. والآن الذي يحصل الآن من الضرب على في سوريا والعراق، أنا لما أسمع التصريحات الأمريكية وتقول إنه إيران هي اللي تحرك هذه الميليشيات، أنا لماذا لا أذهب إلى إيران وأخذ المسألة مع إيران؟ لماذا أذهب إلى العراق وأدمر في العراق وأدمر في سوريا وأضرب هنا وأقتل هنا؟ والأمر الواضح أنه البحث عن المسبب وليست عن الأضرار. إيران تستخدم هذه الأضرار خارج إيران وتتخلى عنها، يعني لا تتوقع انه ايران سوف تقف موقف المدافع عن هذه الميليشيات فيما لو تعرضت مصلحه ايران الفعليه الى الضرر وتضحي بالجميع، لانه هذه هي السياسه، انه عندما تجهز تمول باموال عراقيه هذه الميليشيات لتقوم بدور ايراني واضح لمصلحه ايران للضغط حتى على التفاوض الامريكي الايراني بشان السلاح النووي وما الى ذلك مع ايران، تستخدم هذه الميليشيات لتحقيق اهداف وتضغط على الولايات المتحده الامريكيه. يعني طيب دكتور، بس اذا تسمح لي، الاكباش الفداء اذا صح وصفهم بهذا التوصيف، واخرهم ابو باقر الساعدي اللي قصف في وسط بغداد، هؤلاء اكباش الفداء اللي مثل ما تفضلت لا يخفى على احد أن إيران بإمكانها أن تبيع أي شخص طالما انتهت المصلحة، وقاسم سليماني مثال قريب، وأبو مهدي المهندس كذلك مثال قريب. التضحية بهم أمر بسيط جدا، يعني لا يفهمون هذه الجزئية، أم أن العقيدة اللي يمتلكوها تجاه إيران وإيمانهم بأوامر الولي الفقيه أقوى من الآثار الجانبية المترتبة على اتباعهم السير بشكل أعمى خلف إيران؟ الخديعة التي تتعرض لها الأحزاب الموالية لإيران هي أنها تعتقد أن هذا ولاء مذهبي، والولاء المذهبي يفرض عليه أنه طاعة الولي له طاعة عمياء دون النقاش. وهذه الحقيقة أن المشروع الإيراني مشروع قومي لا يستند إلى المذهب إلا كغطاء، وبالتالي هذا الأحداث التي حصلت في العراق لو أردنا أن نسترجع ما قامت به ثورة التشييع في العراق والتسليميون لوجدنا أن أشد الناس عداوة لهم كان هم الإيرانيين، وكلهم هم من المذهب الجعفري. إذا كان مشروع إيران مشروع مذهبي كما تدعي هذه الأحزاب وتحاول أن تقنع المواطن العراقي بأنه مشروع مذهبي وأنه هذه العقيدة المذهبية وأنه هذا شق الصف، لكن الواقع الحالي يشير إلى عكس ذلك. هي التي أعطت الأوامر لهذه نفس هذه الميليشيات أن تقوم بقتل ما يزيد على 10,000 وجرح أكثر من 30,000 من المتظاهرين. إذن المشروع الإيراني ليست مشروعا مذهبيا، ويجب أن يتهم الجميع بأنه كل الحركات التي تقوم على هذا الأساس هي حركات تنفذ المشروع الإيراني الذي يطمع بإرجاع الإمبراطورية الفارسية التي احتلت العراق وتزعم المنطقة العربية ل 11 قرن إلا انتهت في عهد خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه في معركة القادسية. ولهذا السبب أخي كل الأحداث والسرد التاريخي لعلاقة إيران في المنطقة تجدها هي دائما على الصف المعادي للعراق وللتحقيق الإسلامي منذ الخلافة ولحدها. أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور هلال إذا تسمح لي. نعم. سيد محمد من أمريكا أسمع رأيك، تفضل. السلام عليكم، بحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. وعليكم السلام، حياك عزيزي. هم الحرس الثوري الإيراني جاي يحكم بالعراق. على أخونا أبو علي من لندن حكى صحيح، يقول هم الحرس الثوري مسيطرين على العراق. ليس هذا لعبة حاطينه محمد شاع السوداني لعبة. نعم. قسما بالله هو حارس الثوري الايراني سيطر على العراق. يعني حتى مو مو الاطار التنسيقي والحشد، الحرس الثوري هو اللي مسيطر، هو القائد العام. هو حارس الثوري الايراني، هو خامنئي حارس الثوري الايراني. طيب ذولا اللي عندنا اللي موجودين في العراق اللي يدعون الوطنيه،
اللي في اجتماعاتهم ولقاءاتهم ما شاء الله رافعين العلم العراقي خلف ظهورهم، اللي راحوا واجوا يقولون احنا المقاومة وبفضلنا حررنا البلد من الإرهاب واستتب الأمن والبلد في رخاء ولا دولة مثلكم وانتم تعيشون أزهى عصور الديمقراطية، ذولا من ما ذولا؟ عزيزي ذولا يشتغلون صالح إيران قسما بالله. الميزانية مال العراق كلها له، الصحة ما شوف الصحة تعبانة بالعراق، الفقير رايح بيها، لا تعليم لا علم لا زراعة، كلها الميزانية تابعة للميليشيات، هي الميزانية كلها له. أنا مو إيران عمي قسما بالله، قال البارحة ضربوهم هم راح يسوون دجاج ومجبور. يعني اكو دوله يعني اكو دوله تقول عندي سياده واكو احزاب وميليشيات تقول احنا بفضلنا وبفضل سواعدنا وسلاحنا قدرنا نخلص العراق من اللي كانوا يعتدون على سيادته واللي يثيرون الرعب والارهاب به، يقصفون في وسط بغداد. يعني وين السياده العاد؟ وين سلاحكم؟ وين المستشارين العسكريين والطائرات المسيره وأكداس العتاد اللي ترست المناطق السكنية؟ وينها للرد على الأمريكان؟ عزيزي هم ما عندنا احنا سيادة، سيادة الميليشيات العراق، احنا كل سيادة ما عندنا. نعم. سيادة ما عندنا، دولة بس يطلعون يضمطون قسما بالله. طيب. سيد محمد دولة كلهم قياديين نهايتهم قربت، كلهم راح يقتلون. شكرا سيد محمد من أمريكا. ويانا أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. أبو زينب فقدنا الاتصال. دكتور هلال، أبو محمد سيد محمد من أمريكا طرح جزئية تتعلق ب يعني توقع بأنه قد تنتهي القيادات الموجودة في العراق من زعماء الميليشيات، وهذا يقودنا إلى السؤال بشأن طبيعة العلاقة الحالية بين أمريكا وإيران، هل هي عداء أم تخادم وتبادل مصالح وأدوار؟ بكل تأكيد الأمريكان عندما أدخلوا الإيرانيين أدخلوهم على مشروع مستمر طويل الأمد له أهداف محددة، لم ينتهي المشروع التقادم الأمريكي الإيراني بعد. والنتيجة أنه نلاحظ أن الهدف الأمريكي تخطيط خبيث يريد أن ينشر الفوضى في الشرق الأوسط، وخير من يقوم بهذا العمل هو إيران التي تستخدم الغطاء المذهبي لهذا غرض واستخدمته بنجاح وبمساعدة أمريكية وتمويل أمريكي وحماية أمريكية. وإلا لو أرادت الحكومة الأمريكية أن تنهي دور الوجود الإيراني لما سمحت له من البداية بأن يكون هو السيد وهو الذي يتزعم الأمر. وهم أتوا كما تعرفون بول بريمر قال أنه إحنا انهينا السيطرة السنية اللي استدامت على 1400 سنة على الأغلبية الشيعية. لاحظ النفس الذي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعرف عن الإسلام شيء، تتكلم بهذه المنطقية بعدما انكذبت على العالم وقال نحن ذهبنا لنقضي على سلاح الدمار الشامل في العراق والإرهاب في العراق، فبالتالي وجدوا بؤرة الإرهاب في العالم في العراق وحموها بشكل واضح. وهذه الميليشيات التي أسست بفتوى وألحقت بقرار البرلمان أن تكون تابعة للدولة العراقية وهي تتبع إيران عمليا، القائد العام للقوات المسلحة أصبح كما تفضل الأخوة هو لا دور له، وكل هو له كشخص، أنا لا ندينه كشخص باسمه ولكن بموقعه وفعله، كل الذين أتوا بعد الاحتلال لا دور لهم، لأن الذي يقود العملية ويحكم العملية هو المحتل الأمريكي الإيراني وكل حسب دوره. وبالتالي طيب ما تفسير إذا دكتور هلال، ما تفسير الضربات التي تستهدف القواعد الأمريكية واللي آخرها كان سقوط 3 جنود قتلى من الأمريكان وإصابة العشرات بفعل ضربات لهذه الميليشيات؟ أيضا بالمقابل نشوف أمريكا ترد باستهداف قيادات موجودة ضمن هذه الميليشيات وإن لم يكونوا من قيادات الصف الأول، لكن يعني يرى البعض بأنهم قد يكونوا مؤثرين إلى حد ما. يعني شنو هذا معناه؟ أخي نحن تحدثنا عن هل الميليشيات العراقية هي تعمل على القواعد الأمريكية داخل العراق أو خارج العراق. إذا كانت داخل العراق تريد خلاص من الوجود الأمريكي في العراق لمصلحة العراق، هناك
الحكومة هي التي تقوم بهذا الدور وتناقش الأمر بشكل واضح، وعلى هذه الأحزاب والميليشيات أن تضغط على الحكومة التابعة لها، التابعة للحكومة العراقية والأحزاب العراقية كما يدعون. طيب. وإذا كانوا من العراق أصلاً فالمفروض هذا يهم، هذا أمر يهم الحكومة العراقية، وعلينا أن نضغط على الحكومة العراقية أن تقوم بإنهاء الدور الأمريكي في العراق وبالتالي يكون العمل وطني خالص. اما انه تذهب الى قواعد اخرى خارج الحدود العراقيه فهذا انه هدف غير عراقي، والمصلحه ايران واضح، والهدف الايراني عبث بالشرق الاوسط ككل، وهذا هو الفوضى الخلاقه التي اثرت بها الولايات المتحده الامريكيه. لاحظ انا اريد اسال سؤال هنا، هل ان الطائرات المسيره الامريكيه او تعرف الارقام السيارات وطريقه تحرك الاشخاص لهذه الميليشيات او قاده الاشخاص، هناك معلومات حقيقه تفيد من الجانب الامريكي بان هناك تخادم، الجهات العراقيه هي تعطي هذه المعلومات للامريكان اذا رفضتها امريكا واذا شافت الحكومه او الاشخاص الموجودين في الحكومه العراقيه انه من مصلحتها الخلاص من هذا الطرف او التظهير لهذا الطرف ذا، وهذا بالاتفاق مع ايران اصلا كما طبعا هذا الامر ادخل حكومه السوداني في حرج في اكثر من مره، لانه الامريكان يقولون عندما يستهدفون مناطق او مواقع للميليشيات يقولون بفضل تعليم بفضل اخبار وتبليغ من قبل حكومه بغداد بإعطائنا معلومات بخصوص هؤلاء. في المقابل حكومة السوداني يعني استغربت في وقت ويعني ردت بالنفي في وقت آخر. أنا بس أريد أسأل قضية إنهاء الوجود الأمريكي أو الوجود الأجنبي لقوات التحالف في العراق، هذا الموضوع مطروح صار له فترة، إلى الآن لم تصوت عليه هذه الميليشيات والأحزاب رغم أنها مسيطرة على البرلمان. أنا ما أعرف شنو اللي يمنعهم من إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق رغم أنهم هم كلهم الحكومة وكل من في العملية السياسية يقولون كلا كلا أمريكا، لماذا لا يحدث إجماع داخل قبة البرلمان على إنهاء وجود الأمريكان؟ كلا كلا في الإعلام ونعم نعم بالواقع. نعم. هذا واقع الحكومة العراقية، كلا كلا لا نريد التدخل. السيادة العراقية اللي تحدثنا عنها بالبداية، إيران تقصف ونشكل لجنة حقيقية تقصف أربيل وتقتل مواطنين وتعتدي على العراق، وهذا أمر لا يمس السيادة، وتجد من الأطراف العراقية من يؤيد الضربة تحت حجج ليس لها أساس من الصحة أو تكون بعيدة عن الواقع. نعم. وفي الوقت الوجود الأمريكي هو المخلص كما قالوا، وحررنا وخلصنا من النظام السابق كما يدعون، جبهة الحرية والديمقراطية. نعم. هذا الأمر كله نفاق، لأنه المحتل لا يمكن أن يحترم عميل سواء كان هذا المحتل إيراني أو أمريكي. صحيح. أو أي لأنه العميل لا قيمة له. صحيح. الذي أن يخون بلده للمصلحة الأجنبي لكي يصل إلى السلطة بالإذلال الذي نراه. والله نعم. أشبعوا أنفسهم وعوائلهم وتاريخهم مذلة. ليش؟ لأنه واضح ولا دولة له، لا وجود له، لا سلطة له، لا احترام له. يعني عندما تريد أن تكون رجل بمعنى الكلمة وتحافظ على سيادة البلد، لا تنظر لنفسك أن تكون عميل للأجنبي بغض النظر عن علاقتك بمن يسوس البلد. يعني خلينا نتكلم بشكل عام والمنطقي. لكن الذي حصل، هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان وباعوا أنفسهم للأجنبي، بالأجنبي الذي يستخدم هؤلاء لمصلحته. طيب. سوف عند يتم هذه المصلحة سوف يتم التخلص منهم لأنهم عبء عليه ولا يحترمهم. نعم. ليس كلاما عاطفيا وإنما هذا الكلام الواقعي الذي تسير عليه الدبلوماسية والدول بشكل عام. نعم. دكتور دقيقتين فقط، العفو دقيقة واحدة فقط وأرجع لك إذا تسمح لي، ويانا السيد محمد من النمسا، تفضل يا محمد حياك الله. موجود محمد؟ للأسف عندنا مشكلة بالاتصالات يبدو. أرجع للدكتور هلال مرة ثانية. دكتور هلال، واشنطن تقول
سنرد، والرد سيكون على مدى أيام، لكن لن نصعد أكثر من ذلك، لن نستمر بالتصعيد. أمريكا تلعب لعبة يعني ما مفهومة، من باب نرى بأنه البساط يجر من تحت قدم أمريكا في العراق لصالح إيران. إيران مسيطر على الاقتصاد، وإن كان بعلم أمريكا وإن كان بالسماح الأمريكي لإيران بأنه تنعم بخيرات العراق، لكن مع هذا القرار المطلق الآن بالسياسة العراقية، وخاصة بأن حكومة الإطار التنسيقي هي المسيطرة وصاحبة السلاح الميليشياوي، بنشوف كله لصالح إيران. أمريكا شنو استفادتها من العراق؟ هو احنا الهدف، ما هو الهدف من احتلال العراق غير إضعافه وإيصاله إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي والسياسي والأمني، ويكون بؤرة فساد في الشرق الأوسط بعدما كان بؤرة من النور والعلم والتقدم والصناعة البناء. هذا كل هذا للأمر، أهداف أمريكية لا تزال لا تريد العراق أن يستعيد عافيته، هذه واحدة. وهي تعرف تماما أن خير من يقوم بدور التدمير الذي تطمح له الولايات المتحدة الأمريكية وبأيادي للأسف تدعي أنها عراقية الميليشيات الولائية والولائيون الذين يوالون إيران على حساب العراق الذي ولاهم لإيران قبل ولاهم للعراق. فبالتالي الهدف الأمريكي لا زال قائما، وإلا عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد بشكل صحيح أن تجلس مع الحكومة العراقية التي لديها اتفاقية على البقاء وتجبرها على محاسبة هؤلاء وسوقهم إلى المحاكم كما كانت تفعل مع المقاومين الذين يقاومون المحتل الأمريكي بشكل صحيح، وسلمت الذين انتقلتهم الولايات المتحدة من المقاومين إلى الحكومة العراقية التي حكمت عليهم بالمؤبد والسجون، ولا زالوا معتقلين في السجون. لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حقيقة أن هؤلاء المقاومون فعليا هم يقاومون المحتل الأمريكي ليس لمصلحة خارجية وإنما لمصلحة عراقية. أما الذين يدعون المقاومة وهم أتت فيهم ضحك على الدخول، وهذه نقطة. يعني أنا بس أريد أفهم، ألا تستطيع أمريكا أن تدير العراق من عن طريق أحد عملائها الأوفياء من دون الحاجة إلى إيران؟ يعني التمسك بإيران شنو هدفه بالضبط؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في العراق بشكل منفرد مكلف عليها، فبالتالي الأوفر لها أن تجد من يقوم بهذه المهمة. أمريكا تريد هدف، تحقيق هدف، ولا تطمح إلى أمريكا تأخذ ما تريد من المال العراقي. وبالمناسبة كل الأموال العراقية لحد الآن النفط وغيره يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي التي عن طريقها تعيد هذه الأموال للبنك المركزي العراقي بما تشاء. وقت ما أرادت أن توقف هذا المال توقفه، وأمريكا هي التي تعرف أين يذهب المال العراقي ولماذا يذهب لإيران، لأن كما أشرت أن إيران هي اليد اليمنى لتدمير العراق وإيصاله إلى هذا المستوى اللي هو حقيقة لا يحسد عليه الشعب في العالم. ليس له سلطة، ليس له أمن، لا يحسد، لا ليس له استقرار. طيب سؤالي الأخير اللي يمكن أيضا نربطه بما بدأنا به الحلقة، وهو القائد العام، من هو الذي يدير شؤون العراق. تقارير أمريكية تقول بأنه إيران لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من العراق، لأن الخروج الأمريكي من العراق سيعني مزيد من العقوبات وشدة في العقوبات على إيران. وجود أمريكا في العراق يعطي إيران راحة، لأنها ستلعب ورقة التفاهم ما بينها وما بين أمريكا. لكن إذا خرجت أمريكا بفعل الضغط الإيراني من قبل الداخل والخارج، هذا يعني تفتح باب الضغط الأمريكي على مصراعيه وتدخل في أزمات متتالية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ هذا الطرح فيه جانب كبير من الصحة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحها الأخير نحن لا نريد الحرب مع إيران لأن إيران لا تريد الحرب. لما أنت تصرح طول على طول الخط البنتاغون والبيت الأبيض الأمريكي أن إيران هي السبب المشكلة بالعراق وأن هذه الميليشيات تابعة لإيران وأن هي تحركها وأنت لا تريد الحرب معها، إذا أنت تريد تستخدمها. فبالتالي هذا الكلام صحيح. وإيران أيضا إيران تستفاد من هذه الميليشيات والأبر
السياسية الخارجية هي حرب النيابة. هذه الأبوع تخدمها لهذا الغرض لأنها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تفاوض بشأن ما يسمى الملف النووي الإيراني والعقوبات على إيران. أمريكا استخدمت إيران ولا تزال تستخدمها، واستخدمت النظام الحاكم في إيران ليقوم بهذا الدور عام 1979 وأوكلت إيران العبث في العراق وفي الشرق الأوسط من عام 1964 اعتبار مشروع كيسنجر، ولا زال هذا العمل قائم بأوجه مختلفة، ولكن الوجه الذي قدمه أكثر هو النظام الطائفي الذي يعتمد الطائف. إذا إيران هي القائد العام في العراق وليست حتى هذه الأدوات، هي من تشوس الأمور بالعراق بموافقة أمريكية مطلقة. نعم، شكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة عبر سكايب من منبر الرافدين، أشكر جنابك. الشكر موصول طبعا مشاهدينا الكرام لحضراتكم، لكل اللي شاركوا ويانا في هذه الحلقة، ولكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.